وللحديث عن تطورات الملف العراقي ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور عمر عبد الستار. مرحبا بك دكتور عمر. الساحل الشرقي للموصل بيد القوات العراقية كاملا، والمرحلة الثالثة باتت قاب قوسين أو أدنى، ورغم ذلك لا يزال انتهاء عملية الموصل غامضا، كيف يمكن تفسير ذلك؟ حياكم الله. هو نستطيع أن نقول أن الساحل الأيسر للموصل أو شرق الموصل تحرر في ظل إدارة أوباما. الساحل الغربي أو غرب المدينة جاء لم يزل بيد داعش، وجاء ترامب الآن، فإن كتب له التحرير فإنه سيتحرر في ظل إدارة البيت الأبيض الجديدة. أقول ذلك وأنسب قولا لضابط عراقي في شرق الموصل يقول: نحن عميان بدون المساعدة الأمريكية. فمن هنا أقول يعني هل ستكون أصعب أم أسهل الجانب الأيسر الأيمن من الأيسر؟ الحقيقة هو الصعوبة لا تكمن في الجانب العسكري، لأن المعركة في الموصل هي ليست على الموصل بقدر ما أنها هي على العراق ما بعد الموصل، وهي ليست عسكرية بقدر ما أنها هي معركة سياسية. نعم، يعني برأيك هل سيشهد الملف العراقي تأثير جديد وانعكاسات جديدة بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؟ يعني المؤشرات تدل على ذلك. نعم، لأن أوباما إدارته كانت انفتحت على إيران بفعل الملف النووي، لكنها لم تتعامل مع الملف الإقليمي وتركت إيران هذه الفرصة لتنساح عبر أربع عواصم. اليوم إدارة ترامب بعد أن انتهى الملف النووي ستبدأ بمعالجة ربما الملف الإقليمي من خلال تقرير بيكر، من خلال تقرير أولبرايت هادلي، أو تصريحات أغلب يعني إدارته الجديدة، مرورا بتصريحات عادل الجبير وحتى كل ما يجري الآن في سوريا بعد الاتفاق الروسي التركي في سوريا. فمن هنا أنا أعتقد المرحلة هو هناك إقبال أمريكي وإجبار إيراني ربما سيشهده العراق أو ملف الموصل. كيف يعني ستكشف عنه الأيام هذا نتركه، طبعا لا أستطيع أن نحدد كيف سيبدأ وكيف وأين سينتهي. شكرا جزيلا لك الدكتور عمر عبد الستار المحلل السياسي.